السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي، بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايز، تدريبات عامة ونسنس، على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر. أول هنا صفحة عندي صفحة 167، ده السؤال الخاص بالاستماع، listen استمع، and choose واختر، the correct answer الإجابة الصحيحة. بيجيب لي كده فقرة بستمع إليها جيدا، ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات. listen to me، اسمعوني كده. الفقرة هنا بتقول محمد is a clever doctor، محمد دكتور ماهر. He works in a big hospital، بيشتغل أو يعمل في مستشفى كبيرة. He is kind and helpful، هو شخص طيب وعطوف. He always helps ill people، دايما بيساعد المرضى. A lot يعني كثيرا. In 2020 أو 2020 في عام 2020 many people became ill، ناس كثيرة أصبحت ill، يعني أصبحت مريضة. أول سؤال معايا هنا بيقول محمد إز إيه؟ محمد بيكون إيه؟ دكتور. محمد بيكون دكتور ولا ساينتست ولا عالم ولا نيرس، بيكون ممرض ولا سيرجن ولا جراح. طبعا محمد بيكون ايه؟ اه دكتور، دكتور بشري. رقم اتنين هي وركس ان ا بيج، بيعمل في ايه كبير؟ كلينك، كلينك يعني عياده، بيعمل في عياده كبيره ولا هوسبيتال، بيعمل في مستشفى كبيره ولا تشاردي يعني جمعية أو مؤسسة خيرية ولا لاب، بيعمل فيه الايه المعمل، اختصار لكلمة لابراتوري، معمل أو مختبر. طبعا هو يعمل in a big hospital، في مستشفى كبيرة. رقم ثلاثة محمد is kind and، محمد ده شخص طيب وإيه كمان؟ brave، شخص طيب وشجاع، ولا helpful يعني متعاون، ولا strong يعني قوي، ولا busy يعني مشغول. طبعا بيكون شخص طيب ومتعاون، يبقى محمد is kind and helpful. رقم أربعة when did many people became ill، when يعني متى، متى عديد من الناس become ill، ill يعني مريض، امتى ناس كتيرة أصبحت مرضى، ان في سنة كام؟ 2010، 2010 2006 سنة 2006، 2011 سنة 2011، 2020 سنة 2020، طبعا سنة 2020 ناس كتيرة بكامل أصبحت إيه مريضة. عندي بعد كده الجزء الخاص بالمحادثة والحوار كامبليت، أكمل the following dialogue، الحوار التالي. ولهنا فيرينا أسكس هالة، بتسأل هالة about، يعني هنا الحوار ما بين فيرينا وهالة. هنا فيرينا بتسأل هالة about، بتسألها عن who can be a hero، مين اللي ممكن ان هو يكون a hero، مين اللي ممكن يكون بطل. هنا فيرينا بتقول ايه who do you think can be a hero، في رأيك كده او تعتقد ممكن مين اللي يكون بطل. هالة قالت لها I think rubbish collectors، اعتقد ان ايه جامعي القمامة هما اللي ممكن يكونوا أبطال. كان بي هيروز يعني ممكن يكونوا إيه، هيروز يعني إيه أبطال. هنا فيرينا بتقول سوري أسفة I don't understand، يعني أنا understand يعني يفهم، طب أنا مش فاهمة يعني إزاي جامع القمامة هما اللي ممكن يكونوا أبطال. هلا هنا قالت لها حاجة وقالت لها they do something very useful، هما بيعملوا إيه something يعني شيء ما، is very useful أو بيكون very useful يعني بيكون مفيد جدا، الشيء اللي هما بيعملوه بيكون مفيد جدا. The city، المدينة، would be terrible، ممكن هي تكون فظيعة أو سيئة جدا without them، بدونهم، بدون عمال النظافة دول أو جماعي القمامة ممكن تكون المدينة فظيعة جدا. Do you agree with me؟ agree يعني يتفق أو يوافق، طب أنت موافقة أو متفقة معايا؟ طبعا هتقول لها إيه؟ هنا هتقول لها بقى بتكمل، هتقول لها مثلا in fact يعني في الحقيقة، in fact في الحقيقة هما بيقوموا بإيه، بدور مهم جدا أو بيقوموا بعمل مفيد جدا. تمام، هنا بتقول لها تتفق معايا إن هما بيعملوا أو بيقوموا بدور مهم. فيرنا قالت لها يس نعم،
وقالت لها حاجة وسألتها سؤال، قالت لها أيوة أتفق معاكي، يبقى يس إيه؟ يس. هي طبعا بتقول لها جو أجري ويز مي، هتقول لها يس ويتحول إلى أي، وأي معاها دو لأن الإجابة بالإثبات، يبقى يس أي دو، نعم أنا إيه أنا أتفق معاكي. وبتسألها هنا سؤال، هل قالت لها أي ثينك ستريت كلينرز، أعتقد إن هما إيه عمال النظافة اللي هم كلينرز اللي هم في الشوارع، عمال نظافة الشوارع. are also important، بيكونوا كمان important يعني هام، بيكونوا مهمين أيضا، also يعني أيضا أو كذلك. يبقى هي بتسألها مين تاني ممكن يكونوا إيه أبطال، أو إيه رأيك في عمال نظافة الشوارع. يبقى what do you think of street cleaners، what do you think، بتسألها عن رأيها في مين، في عمال نظافة الشوارع. يبقى think of يعني ايه رأيك في مين في عمال نظافة الشوارع، يوم street cleaners، street cleaners، ايه رايك في عمال نظافه الشوارع؟ قالت لها اي ثينك ستريت كلينرز، اعتقد ان عمال نظافه الشوارع ار اولسو امبورتنت، كذلك بيكونوا هامين او مهمين. هنا فيرينا بتسالها سؤال، هل قالت لها because they help to keep our cities clean، لان هم بيساعدوا، طالما قالت لها because يبقى قالت لها ايه لان، يبقى السؤال كان بواي، لماذا؟ طبعا قالت لها هلا هنا، قالت لها because لان they help to keep our cities clean، بيساعدوا ان هم يحافظوا على نظافة الايه، على نظافة المدن بتاعتنا، يبقى هنا قالت لها ايه واي، لماذا؟ ليه هم مهمين. فيرينا بتقول لها so لذلك what should we do for them، طب احنا نقدر نعمل لهم ايه، نقدر نعمل لهم ايه مقابل العمل المفيد اللي هما بيقوموا بيه. طبعا هتقول لها كده المفروض ان احنا نحترمهم، ونحن should يجب علينا help يجب ان احنا نساعد ونحترمهم، نساعدهم ونحترمهم، يبقى help and respect them، لازم نساعدهم ونحترمهم. هنا عندي الجزء الخاص بالاختيارات، والسؤال رقم واحد are you taller not your brother، عايز يقول هو انت اطول من اخوه، are you هل انت تكون taller يعني اطول، عايزين نقول اطول من، اطول من taller them، them ولا then ثم than من their، هنا صفة ملكية بمعنى ايه، بمعنى ملكهم او يخصهم، ولابد ان يتبعها اسم، لابد ان يتبعها ايه، يتبعها اسم. يبقى هنا عايز يقول هو انت اطول من your brother اخوك، اسمها taller ايه، taller than يعني اطول من. رقم اتنين did علي to the shops yesterday، عايز يقول هو علي ذهب للمحلات بالامس، تمام. يبقى عندي هنا ترتيب السؤال في هل بزمن الماضي البسيط، did والفاعل وبعدها على طول مع did لابد ان ياتي الفعل في المصدر، went في الماضي جزء مضاف له الاي والاس، gone هنا التصريف الثالث، go ده هنا المصدر. يبقى did علي go to the shops yesterday، هو هل علي ذهب للمحلات بالامس. بعد كده عند صفحة 168 والسؤال رقم 3 في الاختيارات، last week الأسبوع الماضي there was a big fire، كان موجود أو كان يوجد حريق إيه، حريق كبير، but the brave not stopped it، مين بقى الشجاع stopped يعني أوقف هذا الإيه، stopped يعني أوقف، مين اللي أوقف هذا الفاير، هذا الحريق، police officers اللي هم ضباط الشرطة، ضباط الشرطة هم اللي وقفوا الحريق، ولا نيرسز الممرضات أو الممرضين، ولا فاير فايترز اللي هم إيه رجال الإطفاء هم اللي وقفوا، ولا دكتورز الأطباء، طبعا اللي بيوقف الحريق هم إيه فاير فايترز رجال الإطفاء. رقم أربعة mom did work، قال له هنا أو بتكمل هنا I am so proud of her، so proud يعني so بمعنى جدا، proud of يعني فخور بي، أنا فخور بيها، مامتي
ديد قامت بعمل ستارد، عمل غبي، فانا فخور بيها. هيروك ده عمل بطولي، عشان كده انا فخور بيها. فار ولا بعيد، ريتش يعني غني. مام قامت بعمل بطولي وانا فخور بيها، يبقى مام ديد هيروك ورك، عملت عمل بطولي او قامت بعمل بطولي. رقم 5، طارق نقط بيدر افتر 2 ويكس ان هوسبيتال، في المستشفى. طارق بيدر يعني افضل، after 2 weeks يعني عايز يقول هنا تحسن او بقى افضل، بعد 2 weeks بعد اسبوعين في المستشفى تحسن. تحسن يعني ايه؟ عندي هنا new يعني عارفة، ميد صنعاء، got حصل على، read يعني قرأ او يقرأ، يقرأ او قرأ على حسب النطق بتاعها. يبقى طارق got better يعني ايه؟ تحسن بعد اسبوعين في المستشفى. رقم 6، some people بعض من الناس. بعد كده بيقول لي هنا some people يعني بعض من الناس think بيعتقدوا that rubbish نقط، ان ايه للقمامة can be heroes، ممكن ان هم يكونوا ابطال. مين للقمامة ممكن يكونوا ابطال؟ actors اللي هم الممثلين، actress اللي هي الممثلات او الممثلة، collectors يعني جامعي رابش القمامة، ولا مسترز يعني ايه؟ سادة. تمام، يبقى هنا some people بعض الناس think بيعتقدوا that rubbish collectors ان جامعي القمامة كان بي ممكن يكونوا هيروز ابطال. والسؤال رقم 7، بعد كده جايب لي هنا السؤال رقم 7، teachers المدرسين، doctors الاطباء، and nurses والممرضات، and other jobs وكمان وظائف ايه؟ وظائف اخرى are useful for our، بتكون مفيدة لمين؟ society للمجتمع بتاعنا، ولا club مفيدة للنادي، ولا gallery اللي هو ايه؟ مفيدة لgallery اللي هي صالة العرض، ولا ميوزيوم للمتحف. طبعا الوظائف دي دكتورز الاطباء، تيتشرز المدرسين، نيرسز الممرضات، بيكون مفيدين لي اور سوسايتي للمجتمع بتاعنا. رقم 8، مس ماي جراندفاذر، جراندفاذر اللي هو الجد، جدي نقط فوتبول، وين هي واز يونج، واز يونج لما كان ايه؟ لما كان صغير، لما كان صغير السن. هنا عايزين نقول اعتاد ان يلعب كرة قدم عندما كان صغير السن، يبقى ايه؟ used to playing، used to بعدها verb ing، used to والمصدر، ولا used to play، ولا used playing. طبعا عايزين نقول اعتاد ان يعني used to بيجي بعدها الايه؟ المصدر، يبقى used to play، اعتاد ان يلعب كرة القدم عندما كان ايه؟ young يعني صغير السن. رقم 9، there was كان يوجد نقط emergency، emergency اللي هي حالة طوارئ أو طارئة، and many people وعديد من الناس were in hospitals وكتير من الناس كانوا ايه؟ كانوا في المستشفى. يبقى there was كان يوجد ايه؟ wealth، wealth هنا اللي هي الايه؟ الثروة، ولا health طارئة صحية اللي هي الصحة أو صحي، ولا عندي هنا كلمة كلوز اللي هي الأدلة، ولا expressions يعني ايه؟ يعني تعبيرات. يبقى كان موجود عندنا هنا ايه؟ موجود طارئة صحية، يبقى there was كان يوجد a health emergency طارئة صحية. والسؤال رقم 10، بيقول لي هنا نقط means يعني يعني او معناها very brave or great، يعني معناها ان هو very brave يعني شجاع جدا، or great او رائع او ايه او عظيم. famous ده الشخص اللي هو المشهور، ولا scared اللي هو خائف، ولا heroic اللي هو بطولي، ولا difficult يعني صعب. طبعا معناها بطولي، معنى حاجة بطولية، حاجة شجاعة، حاجة great رائعة أو عظيمة، heroic بطولي. نيجي بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ، بيقول لي هنا ايه؟ ديت سالي، هل سالي used to go camping، هل سالي اعتادت ان هي تذهب للتخييم، تروح يعني معسكر للتخييم،
يبقى عندي ديد وبعدها سالي بعدها يوز من غير الايه حرف الدي، يعني يوز في المصدر يوز تو. هل سالي اعتادت ان؟ يبقى يوز هنا مع ديد، عايزين يوز في الايه في المصدر. رقم 2 I didn't use to know، انا لم اعتاد ان اعرف ماتش الكثير about my family history، عن تاريخ مين؟ عن تاريخ عائلتي، ما تعودتش ان انا اعرف حاجات كتيرة عن تاريخ عائلتي. يبقى بعد didn't لا بد ان تأتي يوز من غير الايه من غير الماضي، بتيجي في المصدر بتاعها، يبقى يوز تو. انا لم اعتاد ان، يبقى يوز تو نو، لم اعتاد ان اعرف. رقم 3 بيقول لي هنا وير ديد محمد او محمود فاوند هيز موبايل، اين محمد وجد الموبايل المحمول بتاعه، وجده فين؟ انا عندي هنا السؤال بكلمة الاستفهام، ادي رقم 1. تاني حاجة عندي الفعل المساعد ديد، بعد كده الفعل رقم 3، ومع ديد لابد ان يأتي الفعل في المصدر. فاوند اصلها فايند، دي من الافعال اللي هي الغير منتظمة، بيتغير شكلها من المضارع للماضي، يبقى المصدر بتاعها فايند بمعنى يجد. رقم 4 احمد scores 3 goals، سكورز يعني يحرز ويسجل، 3 goals يعني 3 ايه 3 اهداف، بيحرز او بيسجل 3 اهداف in the match في الايه في المباراة. يبقى احمد ايه عايز اقول، طالما جايب لي كلمة yesterday بالامس من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، احمد بعدها التصريف الثاني سكور، هنضيف لها ايه، هنشيل الاس ونضيف مكانها حرف الدي عشان نجيب منها الماضي، هتبقى سكورد بمعنى احرز او سجل، سكورد احرز او ايه او سجل 3 جولز 3 اهداف او 3 اجوان. هنا بيقول لي هنكتب عن رابش كوليكتورز اللي هم ايه جامعي القمامة، اللي هم عمال جمع القمامة، وده أصلا متجاوب عندي في نهاية الكتاب بإذن الله. أقدم لكم أهم الباراجرافات الهامة والمتوقعة لمنهج الصف الثاني الإعدادي الترم الأول.